لقائي مع سيادة الرئيس كان اتكلمنا عن تطوير السياحة في مصر، جذب السياحة. جذب السياحة، ان انا استغل البوزيشن بتاعي، ان استغل حب اليابانيين حب اليابانيين لمصر، ان انا ممكن انزل بافواج سياحية لمصر. دعمني كتير جدا سيادة الرئيس النهاردة، ودي حاجة يعني من ناحية ايه؟ انا قبل ما قبل سيادة الرئيس طبعا كنت متوتر جدا، اول مرة اقابل رئيس مصري. ده غير ان يعني ما كنتش متخيل ان هو سيادة الرئيس يعني بالبساطة يعني سهل الكلام معاه، مش زي ما كنت يعني اللي هو كان طبعا اللي هو الفكرة اللي كانت قبله بقى. الفكرة اللي كانت قبل ما انت دخلت قبل سيادة الرئيس، مش ما ينفعش تقول اي كلام. لكن لا، ما كانش كده خالص يعني، كان كلام بس كلام بسيط جدا، كلام كان زي اي كلام بين اب وابنه. ايه قول لي بقى انت بتعمل ايه، قول لي بقى انت جيت هنا ازاي، احكي لي بقى، انا عايز اسمع منك، انا فخور بيك، انا مبسوط انك هنا. كلام يعني كلام اداني مثلا باور، ان انا الجرعه جرعه جرعه اه جرعه قوه زياده طبعا. بس امبارح كنت حضرتك حاضر العشاء كمان اللي اقامه رئيس الوزراء شينزو. تمام. ده دي برضو حاجه بسبب يعني ان انا مصري، ان دي دعوه اتقدمت لي بحيث ان انا فلان المصري، ما في غيري كتير، بس لا هو مصري المصري الواحد. ممكن تشرح لنا الزي اللي حضرتك لابسه ايه ده، وهل ده لابسه دلوقتي ولا لما بتنزل من بيتك او بتخرج؟ هو انا لما بخرج ده اسمه كيمونو، فانا لما بخرج لازم البس كيمونو، حاجه زي دي. لكن انا بحرص دايما في الكيمونو اللي انا بلبسه ان لازم يكون في حاجه عن مصر، فانا القماش طبعته في مصر وجيت عملته هنا. الكيمونو ده هيروغليفي، فانا بحرص دايما على الحته دي يعني. حتى كل لازم تنزل من بيتك لابس، لازم انزل من بيتي لابس كده، ما ينفعش، ما فيش حاجه. في قواعد اللعب، هو احنا هنا بيعتبرونا في السومو زي الهه، بيقدسونا لدرجه التاليه، ف ما ينفعش ان احنا نخرج بلبس عادي يعني. الفرصه الوحيده ان احنا نقدر نلبس فيها لبس عادي، بدله مثلا، بعد ما اعتزل خالص. الاعتزال، انما كده طول حياتك تبقى كده، طول حياتي تبقى كده. وانت نازل مصر بتعمل ايه؟ ما انا لما انا نزلت مصر من حوالي سنتين برضه، ونزلت لابس الجلابيه دي. هو ده اسمه كيمونو اللي تحت ده، واللي فوق ده اسمه حاجه هاوري، وده اوبي، ده الحزام اللي بيقفل.